متابعنا الأعزاء، رجعنا لكم فيديو جديد. هذا الفيديو راح نشرح فيه تطبيق ديلي موشن. هذا التطبيق يحتوي على العديد من الفيديوهات ويحتوي على العديد من الأفلام والمسلسلات. طبعا يكون التطبيق شبيه باليوتيوب، لكن ميزته أنه يحتوي على مسلسلات وأفلام عديدة. تابعوا ويانا الشرح حتى تعرفون شنو هذا التطبيق. طبعا رابط التطبيق راح تلقونه بالوصف، تقدرون تدخلون عليه وتنزلونه من السوق قبله. نضغط على التطبيق ونشوف شنو موجود بداخله. ننتظر على ما يتم فتح التطبيق. طبعا يجب تسجيل الدخول بأحد الحسابات الخاصة بنا على الإيميل. ننتظر على ما يفتح ويانا التطبيق. نضغط على المتابعة باستخدام جوجل. إلى الأسفل ونضغط على سماح. هنا يطلب من عندنا اسم المستخدم وكذلك الاسم الأول والاسم الثاني والموافقة على شروط الاستخدام وسياسات الخصوصية. طبعا الاسم يكون من 3 حروف أو 27 حرف. نضغط على موافق ونضغط متابعة. هنا تم تفعيل تطبيق ديلي موشن. طبعا هاي الواجهة الرئيسية للتطبيق، وأنا قمت بتظليلها من أجل الحقوق الطبع والنشر إذا كان أكو على الفيديو. هسه حاليا نمشي على ثاني طبعا خيار. هذه هي الواجهة الرئيسية للتطبيق الذي تحتوي على الفيديوهات مثل ما شفتوا. حاليا إنشاء موجز المتابعة الخاصة. طبعا هذه هي الأمور الخاصة بالمتابعة. نقدر نضغط على متابعة الأمور أو المهمة، القنوات وغيرها من هذه الأمور. هنا علامة البحث، تقدر تبحث عن المواضيع، وهنا الملف الشخصي اللي هي المشاهدة لاحقا، شوهد حديثا، والتنزيلات والتحميلات وغيرها من هذه الأمور. هنا عندك الإعدادات الخاصة بالتطبيق، يعني تطبيق كلش حلو راح تستفادون من عنده. أتمنى تستفادوا من التطبيق، ولا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة. مع تحياتي للجميع.